بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. الاهلي حكايه كل يوم، الاهلي الان ضد الاهلي. كيف الاهلي يتحدى ارقامه القياسيه ويلعب ضد تاريخه؟ ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابه. وبالفعل ايام يتحدى فيها الاهلي نفسه، تقريبا منفرد بكل ارقام تميزه، منفرد بكل اسباب تفوقه، ولا ينافس الا نفسه. عشان كده حلقه فيها اربع موضوعات مهمه في هذا التوقيت، لعلها تكون جامعه للكثير من الاحداث والاحاديث في هذه الايام. تسلم يا مو، شكرا يا كابتانو. والآن موسم تحطيم الأرقام القياسية، وحديث الساعة القمة حكاية وغنوة وجون، وأخيرا ودائما قصة حقوق تحميها المبادئ، وفي الختام زين النوادي. باشمهندس، حدثين لنجمين تقال. امبارح مصر عاشت أسعد لحظاتها الرياضية والكروية وربما الشعبية كلها، وهي تتابع فوز محمد صلاح ابنها البار يفوز بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي. واليوم ابنها النادي الأهلي يودع ابنه البار جدا اللي بيعلن اعتزاله، الكابتن حسام غالي، بين توهج صلاح واعتزال غالي. بص يا استاذ ابراهيم، الحقيقه احيانا الامور تبقى واضحه. انت متفوق على كل اقرانك، انت مرشح انك تكون الاول على الثانويه العامه، طالع مقفل كل الاسئله مقفله، بمعنى انك انت متوقع الفول مارك، ولكن تظل الاعصاب مشدوده حتى تعلن النتيجه. يعني انا قاعد وانا عارف الخبر، عارف انه صلاح بتكلمني قبلها بثواني. عارف انك خلاص هيعلن، ولكن بتظل تتوجس، الله ممكن يخرجوا عن الموضوعية؟ ما هو انت في الاخر كل الاستفتاءات كانت بتقول ان محمد صلاح باي فار بعيد حاجة و70 واللي بعديه 15، ولكن المرة دي مش الاستفتاءات، ده لاعبي دوري المحترفين هم اللي بيختاروا الافضل بينهم هم. ايوه، فيها نفسنة وفيها عنصرية وفيها مش عارف كل حاجة. فعندما تجبر الجميع على اختيارك متجاوزا كل الاسباب والتلاكيك بما فيها انك انت راجل عربي، انت راجل بتسجد، انت راجل مش عارف ايه، من خلفيه ايه، تجبر الجميع على احترامك. هذه قوه شخصيه، قوه اداء، قوه طموح، منبت طيب. لذلك انا في دهشه، معلش حد صاحبي هيزعل لما يتقال ده إنجاز محمد صلاح البلد مالها. لا، البلد أنبتت محمد صلاح، صحيح، قيمه، صحيح، شخصيته، وقفت في ظهره بكل شعبها تتمنى وتدعي له. صحيح، مفيش حد بينفصل عن جذوره إلا الابن العاق محمد صلاح ابن بر. فمبروك لمحمد صلاح، مبروك لمصر. كريستيانو رونالدو محدش يطلع يقول البرتغال اداته إيه، ولا ما هو في الاخر الوطن بيدي في الاخر كل حاجه يا حبيبي. هو في الاخر انجاز فردي، انت فزت بجائزه نوبل دي باسمك، لكن لا يمكن الا تدين للتعليم الابتدائي المجاني، التكوين الكامل. انت اتعلمت القراءه والكتابه في مصر، خلاص ليها دور في جائزه نوبل، بس اتعلمت الكوره في مصر، قيمك، اخلاقك، موروثاتك، احتضان الدوله ليك، الاوسمه اللي خدتها، الدعم المعنوي، التقدير من اعلى مستويات الدوله بتوهجك وايمانهم بانك انت في الاخر هتشرف هذا البلد. انا عايز اقول لك على حاجه اضافه للي انت بتقوله. ومحمد صلاح نجم الاستفتاءات الجماهيريه، ما من استفتاء يدخل معاه حتى لو ميسي ورونالدو، لو في تصويت يتجاوزهم، وحتى التفسيرات ان دي قوه التصويت المصريه الكبيره، حماس الشباب المصري وراه، حبيبي، امل شعب. طبعا شعب حط كل احلامه في هذه الشخصيه. طب ما هو
النهارده ابو تريكه ما كانش فيه، ما سافرش وما احترفش بره، لكن خد من الالقاب العربيه والاقليميه والدوليه. ها صحيح المركز الثاني نتيجه قصور في المسابقه مش فيه هو، ايوه، لكن لم يخرج بره مصر، لكنه ميدن ايجيبت. ميدن ايجيبت وهو صح، ميدن ايجيبت. طبعا ميدن ايجيبت بكل خطوه خدها انتقاله الى بازل ميدن ايجيبت، من بازل الى تشيلسي ميدن ايجيبت طبعا، وبعد كده تولى نفسه في المراحل التاليه، لانه كان خلاص استقر على خطوط وملامح شخصيته. ود الشخصيه مهمه بقى على الطرف الاخر، الطرف المعتزل، كابتن حسام غالي. هنيجي لحسام غالي بالتأكيد، لاني انا في لقطه عايز اخدها بالمفهوم اللي اتمنى الناس تبص لها. هنيجي لنموذج حسام غالي كاملا، لكنه واحنا في نموذج محمد صلاح، ايه اللي انت تقدر تستخلصه من شخصيه محمد صلاح؟ اولا السعي الصادق الجاد للهدف والتركيز فيه، وانه حط انه يتطور، دي اولويه. ما فكرش انه يسهر يستمتع بشعبيته بشهرته بنجوميته بتهافت الاصدقاء واصدقاء السوء. ما هو خلي بالك وانت نجم يتجمع حولك، انت بتبقى عسل، يتجمع حولك كل الحشرات الضار والمفيد، الذباب البشري. الذباب البشري الضار والمفيد. واخد بالك؟ بعضهم يدفعك الى امام، فقوه شخصيتك وترتيب اولوياتك ووضوح مشوارك وطموحك بيخليك تلفظ السوء وتختار القدوه او اللي يدفعك الى الامام. اصحابه ما نعرفش اساميهم، دليل ان هم ما يعرفوش عشان يستغلوا حاجه. شوف غيره بقى يملك موهبه اعلى منه. اللي يضحكك في الموضوع ان هناك من يملك ما اعلى من موهبته، ولكنه لا يملك هذه الشخصيه اللي تنجح. عشان كده يا جماعه الشخصيه اللي المهندس عدلي بكل خبراته بياكد عليها، واللي نموذج محمد صلاح الحقيقه اللي شايفينه قدامكم نموذج لا يشبع من النجاح، وده الدرس. محمد صلاح فيه 3-4 ومضات في حياته، اتمنى ان كل شاب، مش بالضروره حتى كل شاب رياضي، كل شاب في عمله، في دراسته، في تعليمه، في شغله، في طموحه، يقف عند 3-4 محطات في نموذج محمد صلاح. يا جماعه محمد صلاح وهو في المقاولين العرب كان في مفاوضات انه ينتقل للزمالك، وهو قالها بنفسه، قال لقيت حد مسؤول في الزمالك بيقول ان انا ينقصني كتير عشان العب في الزمالك. ما انكسرش وما احبطش، بس لما سافر سويسرا، خدوا بالكم حاجه، سافر سويسرا زي ما قال للمسؤولين في المقاولين انا مش هقف عند مرحله بازل، انا عايز اتحرك. اما اتحرك وراح تشيلسي، بصوا الدرس الاولاني، مورينيو ما اقتنعش بيه كتير. محمد صلاح في الدوري الانجليزي مع تشيلسي لعب فيما اذكر 13 مباراه، سجل جونين او ثلاثه، واعتبر فشل. لما اعير راح الدوري الايطالي، خد خطوتين لورا عشان يعاود الانطلاقه القويه بتاعته. شوفوا، رفض في الدوري الانجليزي، اخفق في الدوري الانجليزي، اتقيم سلبيا من مورينيو في الدوري الانجليزي، ما انكسرش وما احبطش وما فقدش ثقته في نفسه. لا، راح فيورنتينا اعاره ثم روما، فضل كل مباراه، يعني كتير من لعيبه الكره والمدربين بيقول لك صلاح كل مباراه بيرتقي عن اللي قبلها، ومشته يعني قابله للتطوير والتطور بشكل مدهش جدا، بحيث انه الدوري الانجليزي اللي فشل فيه واللي اخفق فيه واللي قيمه مورينيو سلبيا فيه يرجع عشان يقول يبقى سيد الدوري الانجليزي، هو يبقى احسن لاعب في الدوري الانجليزي. هو لا يملك قوه وجسد كريستيانو رونالدو، لا يملك هذه القوه، ولا يملك موهبه ميسي الفطريه، ايوه، ولكن يملك شخصيه محمد صلاح المصريه، الذي وظف امكانياته سرعاته قدراته في صوره من القرارات السليمه داخل الملعب. كل 90% من قيمه محمد صلاح اتخاذه القرار السليم في اللحظه، وانت تقول له رقص، أيوة. ليه بيرقص؟ ايوه، شوت يروح شايط، مش عارف ايه، بيعمل التوافق ده القرار طبعا المناسب للحظه. هي دي عبقريته،
مش مهاراته، هناك من هو اكثر منه مهاره. القرار وموجود وسرعه التلبيه، وهو مخلي نفسه جاهز. يقال يعني انه مستقيم جدا في حياته، اتجوز مبكر، عايش حياه اسريه مستقره، راجل اشتغل على نفسه كويس قوي، اشتغل على نفسه كويس قوي. دي عايز اكون كذا. ايوه. وبعدين لما بدا يصدق حلمه تشبث بيه. ايوه. يعني هو لما خد الخطوه لا الدنيا ماشيه معاه، لا 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 استنوا بقى، مش هرجع الخطوه دي ابدا. ولذلك انا لو سالتني يروح ريال مدريد ولا برشلونه ولا يستنى في الليفر، يستنى. انا رايي يستنى. راي ناس كتير انه يستنى موسم كمان. مش اصل بص، انت في وسط ناس بتحبك وبتساعدك ومقتنعه بيك. ومن خلالها وصلت للافضل. مش تملي الخطوه اللي ابعد من اللي انت فيها هي الانسب ليك. شوف صديقك، هتروح مع ناس ممكن يعني انت لو رحت انت ورونالدو مش ممكن ينافسينه على بعض؟ صديقك الكابتن محمد رمضان. ورمضان كان مدير كوره في المقاولين، هو اللي قال لنا عليه. ايوه. لما تم تصعيد محمد صلاح قال لي اول عقد انا عملته له. رمضان بيقول لي صلاح وصل لمرحله ما تقدرش تتوقع معاه هيعمل ايه تاني. يعني دلوقتي. اللي انت بتقوله ده اللي انت بتقوله لا كده يعني ممكن كويس قوي في روما. فاكر قلنا كويس قوي في روما، خليك في روما، لا لا ما ترجعش للدوري الانجليزي. لا انا حته انه يروح الدوري الانجليزي كان نفسي فيها، يرجع فيعمل اللي عمله. بص عامل ازاي. بس كمان بمناسبه الاستفتاء، صلاح وهو ما بيشبعش من البطولات، حد فعلا محدد اهداف بيطورها كل مرحله. ودي تقريبا يا جماعه كلمه كان قالها مانويل جوزيه عن تقييمه للاعب المصري او حتى الانسان المصري. جوزيه قال كذا مره انتوا بينقذكم ان انتوا تثقوا في نفسكم شويه، تصدقوا نفسكم ان انتوا تقدروا تعملوا حاجه. كتير من لاعبتنا طموحها سقف طموحها واطي قوي، قليل قوي، محدود جدا. فاكرين لما كان كل ما مجموعه من المحترفين يسافروا بعد شهرين يرجعوا لك، والحضن بتاع بابا وماما والشله والقعده والسهره والقهوه. يا ابراهيم اللاعب المصري عارف ثلاث ارباع تكوين شخصيه صلاح انه ما كانش لعيب مشهور في مصر. لم يفتقد الشهره، لم يفتقد النجوميه، ما افتقدش الشارع اللي بيسال عليه واللي واتفضل يا كابتن واللي يعزمه، والله ما انت دافع، والله ما انت عامل، والله ما انت مش عارف مستنيينك النهارده. الحياه دي لم يفتقدها لانه ما عاشهاش. ايوه. فهو تم انقاذه من هذه الحياه. المزيفه. هو دي حياه نجاح مزيف. طبعا. لانك انت بتعتمد على ايه؟ حب الاخرين لشهرتك. مش ليك. مش ليك. بدليل ان كل الناس اللي الشهره راحت منها او انزوت عنها الاضواء عايزهم يقولوا لي مين اصحابه واللي حواليهم النهارده. صحيح. قال هم اللي كانوا موجودين وفي القرارات اللي بياخدها في الملعب، ملوش دعوه مين المنافس اللي قدامه، مش منشغل بان ده فلان الفلاني المدافع احسن مدافع مش عارف في العالم، مش فارقه معاه. لا انا الكره دي هخطفها واجري مش هيجيبني. خلاص يبقى اخطفها، هو مغمض عينيه. وبعدين لما اوصل لحد النقطه دي هجيب الجون انا هعمل كذا. فما فيش تلعثم، ما فيش تلعثم في القرار. ايوه. قرار واضح، وهو ده اللي بيخلي الانفراد صعب على الناس. ايه التردد والتلعثم؟ ارقص، اشوت، اعمل ايه، اباصي؟ هو عنده القرار، هو عنده القرار. محمد صلاح قرار، محمد صلاح قرار، والقرار نابع من شخصية بهذا الثراء وبهذه القوة وبهذه الإرادة وبهذه الرغبة وبهذه الصلابة. صلاح درس حقيقي لكل إنسان. ممكن تكون متعسر، ممكن ظروفك تكون صعبة، لكن أول حاجة لازم تستكشف. شوف الكوره اهي، دي اللي بيقول عليها، عايز يرقصه من فوق دماغه، استهان بمحمد صلاح. لا راجل قصير كده داخل له، عايز يلعب الكوره من فوق دماغه، راح واخدها بالهيد ومنفرد. اشهر لقطه يمكن في تاريخ الكره الانجليزيه. لان بص الكوره منين؟ من قبل دايره السنتر. واللي حصلني كسرني وانا حاجه هنا هلعبها فين؟ فين؟ مش الناحيه الثانيه، انت عدتك الشمال وانت بتجري عايز تديها في البعيده. لا خدها في القريب. طيب اذا كان صلاح اشتغل على نفسه صح، امن بقدراته كويس قوي، استفاد من عثراته، شحن دايما وابدا طموحه لابعد مدى ممكن، ومش عايز يشبع، وان شاء الله مش هيشبع نجاح ولا بطولات، وهيفضل دايما. وتفتكر محمد صلاح
عنده هذه الرغبه وهذا النهم في الفوز بالبطولات. محمد صلاح مروع الجائزه دي بيفكر في ايه؟ في الطول من البيت من مشوار القاعه لحد ما وصل بيته. السيمي فاينل في دوري الابطال. لا احسن لعيب في العالم. طبعا. لا خليك على المستوى الشخصي. فاضل لي رقم ولا اثنين في انجلترا كسرهم. وبعد كده انا عايز ابقى احسن لعيب في العالم. واي نوت. ايه اللي يمنع؟ هو ده. تقريبا صلاح السؤال اللي بيلح على نفسه واي نوت. ليه لا؟ ما هو عمل. ليه لا؟ عمل احسن لاعب في افريقيا. بالظبط. واحنا كنا مصدقين. صحيح. احنا كنا خايفين قوي في لا احسن لاعب في افريقيا دي. قلنا هيتحيزوا هيعملوا وبتاع. لكن خد احسن لاعب في افريقيا. وبعدين فين وفين لما ابتدت تلمع عندنا فكره احسن لاعب في الدوري الانجليزي؟ طب ما ياخد احسن لاعب ما نشوف. لقينا الدنيا ماشيه معاه. هو لا هو ربنا يوفقه صلاح ويحميه من حاجه واحده بس. من نفسه ان يظل على ما هو عليه. صلاح درس لرمضان صبحي والمحمود حسن تريزيجيه على وجه التحديد، لان الاثنين في مشوار احتراف مرصود بشكل كويس، فنتمنى ان الاثنين يذاكروا درس صلاح كويس قوي. تريزيجيه بدا يتجاوزه، يتجاوز الموقف الصعب اللي هو فيه. رمضان امامه الكثير ويملك الكثير. خاصة انه الجائزة بتاعت صلاح بتاعت امبارح جاوبت لنا على سؤال. احنا دايما وابدا بنرمي حمولنا وهمومنا على اي حاجة. لما نفشل يبقى الغرب ضدنا، يبقى المؤامرات الكونية العنصرية. قيمة الجائزة بتاعت صلاح بتاعت امبارح يا جماعة، التصويت عليها من قبل 92 لعيبة 92 نادي من أندية رابطة المحترفين في درجاته المختلفة. فأنتم متخيلين إن اللعيبة هي اللي بتصوت على بعضيها. تقريبا 2500 لاعب. فأنتم متخيلين صلاح اللي بيصوت عليه اللعيبه اللي لعبت ضده واللي اتغلبت منه واللي اتضايقت منه واللي نفسنت عليه واللي نفسها هاري كين بصراحه كده ياخدها منه وبقيه الدرجات في درجات الدوري. لكن فجاه الناس دي تثبت لنا ان احنا متخلفين كتير، وان الناس دي حضاريا عندها قدر من العداله، عندها قدر من التقييم الموضوعي، عندها قدر من الأمانة الرأي. احنا بس اللي شغلين نفسنا بشويه هواجس يعني ومتاعب. عايز اقول لك حاجه في رايي في الحته دي. هي كان ممكن تتحيز لو الفارق مش واضح. ما هو الفارق ده هم اللي صنعوه. لا اصبر عليا بس، اقصد اقول ايه؟ لو ظل الامر متارجح بينه وبين هاري كين كانوا خدوا هاري كين. لكن انت حسمتها، انت بعدت، فاصبح من المخجل ألا تكون عادلا. أنت تكون ظالما لما الحتة تستحمل. لكن هما وده احترامهم لشخصية محمد صلاح وإنجازه. أيوه إن أنا لا الراجل ده ما ينفعش يتظلم. دي حاجة. الحاجة التانية برضو يا جماعة، صلاح نموذج نقي. حتى وهو يعني بيمارس فرحته ما ظهرش إن هو عنصري. مش هقطعك والله بس ذكرتني يعني هم مش هيدوا النجاز احسن باك رايت في 2017 وجاي 2018. ما بتتعملش الا في مصر الحاجات دي. هي دي الفروقات بين الاستفتاء والاستهبال. الاستهبالات بتاعتنا دي حاجه تانية خالص، لكن الاستفتاءات الحقيقيه الموضوعيه ياخد النجاز لما ياخده يستحق، بس ياخدها في مساحتها لا ما هي دي خليك تقول وفي واقعيتها يعني. لكن ان انت جاي تجيب لي واحد ما لعبش في 2017 تدي له افضل لاعب في 2017، هذه يعني شيء لم هي دي كاشفه بس يعني ربنا حطها عشان كده. انا متاكد في التاريخ ما حصلتش. دي نكته. لكن اولا دي دقه الاستفتاءات اللي انا بتمنى ناخد منها الدرس، انه اتحاد الكره المصري أو الشركة الراعية، شركة برزنتيشن الراعي للكرة المصرية، إحنا ليه ما يبقاش عندنا استفتاء محترم حقيقي بهذه الدقة؟ ليه لا يستفتى كل لاعب الدوري في نهايته بتصويت مغلق عن أفضل لاعب في الموسم؟ فقط أفضل لاعب في الموسم. سيبكم بقى من التجزئة، أحسن باك يمين وأحسن باك شمال، ونراضي ده ونراضي ده وندي ده للأهلي وندي ده للزمالك. عملوا التشكيل المثالي للموسم ماشي.
لا بس انا بتكلم ايوه لاعب العام طلع لوحده لاعب العام يستفتى كل لعيبه الانديه المشاركه في تصويت حتى لو صندوق مقفول النهارده لجنه الاستفتاء موجوده في النادي الاهلي كل لعيب من النادي الاهلي مع نفسه يكتب في ورقه مين احسن لاعب ويحطها في الصندوق بدون اسم بدون اسمه وتلف على بقيه الانديه وفي الاخر يتقال لعيبه الدوري الممتاز اختاروا فلان الفلاني احسن لاعب هي كده نفس السيستم هو ده العدل بس لكن ان احنا استفتاء الجرايد تعمله شويه يقول لك اصل بناخد راي الجمهور ولا حد بياخد راي الجمهور ولا حاجه كلها نسب بتتضرب بناخد راي النقاد برضو كل واحد بيعمل استفتاء عايز يمشي فلان والنبي ادي لنا لفلان كلها انا بقول لكم ده اللي بيحصل فبالتالي احنا نفتقد استفتاءات حقيقيه تساهم في الارتقاء وتطوير المستوى وتحفظ حق المجيد محمد صلاح اللي اختاروه زمايله المنافسين بتوعه ودي رساله زي ما هي رساله لينا في الاستفتاءات رساله للعيبه نفسها انه بره كل افكار العنصريه بره كل المفاهيم السياسيه او حتى المعتقدات الدينيه الناس تعاملت مع محمد صلاح لعيب الكوره الموهوب المحترم الانسان الجاد انت عارف اللي بيحقق النجاح احد ابعاد محمد صلاح اللي هي البونص او المكافاه الغير مباشره ان يحسن صوره العربي والمسلم تحديدا يشيل لنا جزء من بلاوي داعش ان الناس تيجي تقول لك في امريكا تعليق ان محمد صلاح قد ساهم في تخفيف وطأة العنصرية وفي قبول الآخر عندما كان يسجد شكرا لله وهو يحرز أهداف لفريقه أي. فأصبح هذا الاحتفال ترند أو أصبح ماركة براند ماركة مقبول أي. محدش بينفر منه قدم لك الصورة الجميلة أن الإسلام يهذب شخصيتك إزاي انه مش مؤذي ما شفناهوش مره احتج على حكم دخل بتعمد الايذاء قابل الايذاء برعونه لحد دلوقتي ما فيش تصرفات تدل على غرور وربنا كملها عليه ما فيش تصريحات بالعكس كلها حاجات موزونه حاجات تدعوك وانت بتختلف معاه تقول له انا اسف يعني انت تقول الراي سلبي فيه ميدو ميدو وانا عايز اتوقف عند ميدو احمد حسام ميدو مفيش انقى من الانسان الصادق ميدو يقارن الاول قال له صلاح فاكر رايه في صلاح ما عندوش كاريزما صعب ينجح عشان ما عندوش كاريزما او يبقى شعبي غير رايه 140 درجه 180 درجه واعترف بهذا بل بالعكس قال يعني ألقى باللائمة على نفسه قال إيه أنا كنت لاعب سبويلد يعني مدلل أنا تعاليت على الكورة أنا تعاليت على زمايلي أنا كنت بعمل اللي أنا عايزه أنا ما كانش فيه رادع ليا أنا لم وأنا اتمرنت مع أحسن لعيبة في العالم أنا اتمرنت مع أحسن مدربين في العالم أنا اتمرنت في أكبر أندية العالم الفرص اللي أتحت لي ما أتحتش لحد غيري كنت أمتلك من القوة البدنية والجسد ما كان يمكنني أن أنجح وأذهب بعيدا جدا أكثر مما ذهب ولكني كنت مدلل تعرف أنك أنت يا محمد يا صلاح كونك تخلي ميدو يقول هذا الكلام النهاردة أصبحت أنت قدوة وأصبح ميدو يعلم أجيال قادمة أدي النموذج اللي ينجح وأنا ما تعملوش زي وأنا ما تعملوش زي ابعد عني أنا احترمت ميدو جدا 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 صدق جدا صدق أنا أعشق الصادق حتى لو كان يؤلمني أحيانا واخد بالك؟ صحيح الصادق مش معناه إنه عنده حق بس هو ده اللي جواه يعني أنت ممكن جدا تيجي تحكم على واحد بس بتقول الصدق بالصدق اللي أنت معطياتك بتديهولك مش أنت تعرف إنه كويس تقوم تشتمه لا أنت وأنت بتنتقده متهيألك إن هو ده سلبي ومجرد ما تكتشف خطأك بتعتذر بشجاعة هذا الفارق بين الصدق واللي يقول لك اصل انا صريح واللي في قلبي على لساني عشان كده ماليش حبيب لا يا حبيبي
لو انت صريح واللي في قلبك على لسانك الناس كلها تستحملك لان عارفين معيارك واحد. لكن لما يبقى عارفينك انك اجريسيف ومش طايق حد لا مش هيحبوك. ولذلك محمد صلاح اظهر لنا الصوره المشرقه في ميدو. تصور بقى وميدو ادلنا النموذج والقدوه بطريقه ما تعملوش زيي. يعني عارف ازاي؟ محمد صلاح اعمله زي صلاح، ميدو بيقول لهم وهما تعملوش زيي. الاثنين تسقيفه. والاثنين تسقيفه، وصلاح استحق التسقيفه الحقيقه من كل الصحف العالميه الكبيره. مش بس النهارده بعد الاستفتاء بتاع لاعب العام، لا، دايما وابدا صلاح في الفتره الاخيره بقى نجم اغلفه كبريات الصحف العالميه. والنهارده ما شاء الله شوفوا بقى حديث العالم كله عن محمد صلاح. لما الديلي ميل تقول محمد صلاح نجم ليفربول يتفوق بشكل كبير جدا ويفوز بجائزه رابطه المحترفين بعد موسم رائع، ونلاقي صلاح نفسه بيت سكاي سبورت مانشستر سيتي كيفن دي بروين يعني كسب كيفن دي بروين، والاقي سكاي سبورتس بتعلق موسم محمد صلاح المميز يجعله يستحق لاعب العام او جائزه لاعب العام. الاقي صن الانجليزيه بتقول محمد صلاح يفوز بجائزه رابطه المحترفين لافضل لاعب في الدوري الانجليزي، وتشير الى كل ارقام وتميزاته. والاقي التايمز عنوانها الكبير جائزه رابطه المحترفين من الخطا ذهابها لمحمد صلاح. ده العنوان اللي اثار الجدل بالنسبه للتايمز. ولا بيلد الالمانيه ليه قالوا كده يعني؟ ما قالوش تفسير يعني. لا مؤكد قالوا. هنا العنصريه. يعني لما كون زمايله اختاروه والاستفتاءات الشعبيه اختارته وارقامه اشارت اليه. قول لنا ليه من الخطا ليه؟ من غير ما يقولوا. بس عنوان كده بدون مضمون. بيلد الالمانيه بتسلط الضوء على الجائزه وعلى استحقاق صلاح، انه صلاح لاعب العام في انجلترا. ده محمد صلاح يا جماعه، وده استحقاقه، ودي ده فرحتنا بيه، وده فخر العرب وفخر لشباب الوطن كله، ورساله لكل الناس، مش لعيبه الكره بس، اكم من لعيبه عندنا كويسين جدا راحوا الدوري الانجليزي، وفاكرين نموذج عمرو زكي واللي عمله، وفاكرين ابراهيم سعيد لما المهندس عادل وداه ايفرتون، ودلوقتي عندنا وحسام غالي راح ومشكله حصلت، حتى ميدو شوف عدد من النجوم راحوا الدوري الانجليزي وكان عندهم فرص نجاح تقل عن صلاح تزيد مش مشكله، بس في النهايه لم تكن تنقصهم الموهبه، لكن كانت بتنقصهم حقيقه الشخصيه والطموح والهدف. بصوا محمد صلاح وكل واحد في عمله اللي متعثر في شغله وفي دراسته وفي طموحه وفي حياته عنده نموذج يعني اسمه يعني محمد صلاح. يعني كابتن حسام غالي مثلا هذا اللاعب الرائع الذي كان يمكنه ان يسطر مجدا في انجلترا وكان محبوب على فكره جدا. لكن مشكلته انه فضل يتعامل بنفس الشخصيه اللي كان بيها في مصر. اتضايق من التغيير رمى الفانيلا في الارض. لو انه ركز على هدف مفيش حاجه هتعطلني ان انا ابقى اساسي في توتنهام لتجاوز هذه اللحظه مهما كانت مشاعره. فكان ينبغي دي للتطوير اللي حصل له. أيوة. في شخصيته كظم الغيظ والسيطره لان عنده هدف ابعد. هنعتبر يا سيدي ان الراجل مدربه الصهيوني الاسرائيلي كان يعني يتعمد تقليم شانه او مضايقته، اتحداه. هنا الفرق انك انت تعاملت بمشاعرك وسبتها تجرفك على الرغم. حسام كان مع مارتينيول وقتها. لا يعني لا. الموقف مع مارتينيول لو لا 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 افرام اظن افرام لا الفانيلا مع مارتينيول مش مشكله. انا عايز في انجلترا كان مع مارتينيول مش المهم مارتينيول في توتنهام اي كان. اذا انا غلطان مارتينيول. طب مارتينيول دليل ان هو عارف ان حسام غالي عنده كواليفيكيشن اعلى قوي من التصرف ده، وان دي لحظه
لم يتمالك فيها نفسه. لما جه مصر اعتمد على مين؟ حسام غالي في كل شيء، وقال ده احسن لاعب في مصر كل شيء. اه يعتمد عليه كشخص، ياخد منه المعلومات وفي كل شيء. ايوه. طب هو لو حسام غالي قدم نفسه في انجلترا بهذا بهذه الثقه كان كمل. اللي عايز اقوله ايه، انت لازم تبقى عارف اولوياتك ايه. مؤكد حسام غالي ما كانش في دماغه او ما كانش مصدق انه ممكن يبقى احسن لاعب في انجلترا، مؤكد، لانه لو عاش على هذا الحلم لسعى اليه. مؤكد ان ميدو كان فاهمها ان استحق من غير تعب، انا الافضل، عقله كان بيقول له كده، انا الافضل، مين دول؟ فيتعثر ودروجبا يكمل، هو كان بيلعب ودروجبا احتياطي بتاعه. واعتقد انه زمل في مرحله ما، يا رب ما اكونش غلطان، ابراموفيتش. اها. اتنين لعيبه من العظماء. وحسام غالي بطل بدري جدا. احمد حسام. ايوه. وبدا بدري قوي. وبدا بدري جدا. كان بينه وبين الاهلي امطار. ايوه. ايه الامطار بقى اللي حصل؟ مش هحكي حاجه. هو عايز يحكي يحكي. لكن كان بينه وبين الاهلي امطار الى ان اختاره الجوهري في منتخب مصر وسافر بعد عده اشهر ليحترف في بلجيكا. حسام احمد حسام لعيب بامكانيات غير محدوده. هو ده بقى اللي يملك القوه البدنيه والسرعه ويملك المهاره ويملك الشخصيه، بس في اتجاه ايه؟ انا الافضل، انا الاحسن. لا، الشخصيه اللي كانت عايزه تتفرمل، الذاتيه المتفجره. بس كمان صلاح رسالة لاتحاد الكورة عندنا أو للقائمين على النظام الرياضي كله. الحقيقة صلاح حصن نفسه بنفسه، صلاح قيم نفسه بشخصيته وبمقاوماته وبسماته الشخصية. بس احنا الامتى ناخد بالنا من صناعة اللاعب المحترف؟ ازاي نقدر نخلق المناخ اللي يخرج شخصية محترفة بجد؟ ازاي نقدر نرسم ضوابط والنظام والالتزام، عايز تعمل كده، ونفرضه على الجميع، بحيث ان احنا لما نطلع ولاد من عندنا يسافروا نكون مطلعين منتج محترف حقيقي. عايز تعمل كده يا ابراهيم؟ اه. انجلترا مصنفه اللعيبه الى لاعب محترف ونصف محترف وهاوي. الهوى لا يتقاضى اي شيء. وكل دور الهواه يديره هواه، دكتور وحكم، مهندس وبيمرن، لعيب وطالب في الجامعه. نصف محترف انه ممكن تعمل له عقد لكن يشتغل شغلانه جنب الكوره. المحترف غير مسموح له حتى يدير اعماله. طيب كيف تصبح لاعبا محترفا في انجلترا؟ لازم كورس لمده 3 سنين يعلمك يعني ايه لعيب محترف. حياتك تمشي ازاي؟ علاقتك بالمدربين ازاي؟ قراراتك تعمل ازاي؟ تعمل عقودك ازاي؟ كل حاجه. فتخرج مفيش مجهود وانت بتتعامل في ان تقول له يا ابني عيب، يا ابني ما يصحش، ما تمضيش لاتنين وكلاء، يا ابني ما تصرحش غير لما يحصل، يا ابني ما تعملش. بعد ما يروح بقى وهو يحترف تسمع كلامه، يا ابني ما ينفعش تقول له ما اقعدش على الدكه، يا ابني اتمرن مش عارف ايه، يا ابني كل بقى حياتك جيب مانجر يدير لك ايه، مش موهبتك، يدير لك اموالك، يدير لك خصوصياتك. عندي مشوار الفلاني عايز اعمله، انا مش فاضي، عايز اشتري الفيلا الفلانيه مواصفاتها كذا في الحته الفلانيه، عايز اعمل مش عارف ايه. ده المانجر اللي يدير حياتك. الوكلاء المفروض ان هو بيدي لك احسن نصيحه، احسن عقد، ما يخبيش. انت عارف ان الوكيل، لو انت الوكيل بتاع عادل القيعي، وعادل القيعي ده كان عنده اصابه وما قلتهاش للنادي بتاعه، تتسحب اللايسنس بتاعتك. بس مين بيشتغل كده هنا؟ احنا يا اخوانا ده بيقبض من الطرفين. يا اخوانا احنا مش موجودين، ده بيقبض من الثلاث اطراف، ممنوع تقبض من الثلاث اطراف. طبعا انت بتمثل اللاعب، يا بتمثل النادي ده، يا بتمثل النادي ده. انما بتمثل الثلاثه، عايز تقبض من الثلاثه. نصاب نصاب نصاب. فتيجي تقول لي بقى السوق غاليه ليه؟ ما في 30% من قيمه السوق رايحه في حته ملهاش لازمه، مش بتاعتها، من غير ما حد يزعل مني. كل واحد يختار حاجه، يختار. ولذلك اتعذب
انت بتمثل اللاعب خليك بتمثل اللاعب. انما ما تقعدش تنكفني عايز له على العرض وبتاع بعدين تيجي تقول لي اصل انا جبته لك انا عايز نسبتي. انا استفدت منك ما انا جبته لك ما وديتوش حته تاني. كل بس الميزه انه ما وديتوش حته تاني. بالظبط زي ما تخش عياده وعايز كشف مستعجل. فتقطع مستعجل بعدين يخش واحد يحط للتمرج 50 جنيه يخش قبليك. ده بقى مستعجل المستعجل. مستعجل قوي. مستعجل خالص. شارب مستعجل خد بالك. طيب تسلم يا مو. بس شكرا يا كابيتانو. النهارده دموع حسام غالي كانت غاليه قوي. حسام غالي وهو بيودع الملاعب وهو بيعلن نبأ اعتزاله. وما تستغربوش انه هذا البني ادم القوي الصلب تهزمه دموعه. لان كل لاعب كوره عارف قوي صعوبه اللحظه وقسوتها على اللاعب. انا ما خدتش بالي مين اللي قال من خطا ذهاب الجائزه الى محمد صلاح. التايمز. التايمز دي اللي واخده موقف ضد مصر في كل شيء. بنقص التايمز يا عم. بلاها طيب. ده بالعكس ده كشف التايمز خالص. انها فيري باد تايمز. نسمع الكابيتانو في لحظه غاليه جدا الحقيقه على كل اهلاوي. لان حسام غالي صعب جدا انك تلاقي حد اهلاوي ما بيقدرش قيمه وروعه لاعب اسمه حسام غالي. شرفتوني كلكم بالحضور النهارده. مش متخيل طبعا الحضور الجميل ده، لكن ده يعني زادني سعاده. شكرا للنادي الاهلي طبعا على تنظيم المؤتمر ده. لو قعدت من هنا لغايه حياتي ما تنتهي مش هقدر اشكر النادي الاهلي على اللي عمله معايا. هو سبب رئيسي بعد ربنا سبحانه وتعالى في اللي انا فيه دلوقتي، في اللي انا وصلت له. العلاقه بيني وبين جمهور النادي الاهلي علاقه ما تتوصفش. دي من اهم حاجه وصلت لها برضو في تاريخي، او اهم انجازات اتحققت لي في مشواري الكروي سواء هنا في مصر او بره مصر. الحقيقه عايز اشكر النادي الاهلي تاني على حاجات، يعني حاجتين بالاخص. اول حاجه اداني الفرصه ان انا انهي حياتي ومشواري جوه جدران النادي الاهلي اللي انا اتربيت فيه، ودي كانت امنيه من امنيات حياتي يعني. فبشكره. بشكر مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب على اعطائي هذه الفرصه يعني اللي انا اختم حياتي هنا. تاني حاجه اقامه مباراه اعتزال اللي انا ابقى قادر اودع جمهور نادي الاهلي من خلالها ان شاء الله تقام في الامارات. احكي حكايه صغيره كده بس عشان موضوع الاعتزال ده. جيت 2014 كابتن عبد الصادق كلمني وقال لي حسام الاهلي محتاجك في الفتره دي. كان في نجوم كتير اعتزلت وفي نجوم كتير سابت الفرقه ومشت. كنت انا لسه بلعب، كنت بلعب في بلجيكا. قال لي النادي الاهلي محتاج ولاده دلوقتي الفتره دي. كانت فتره صعبه جدا. فلبيت النداء وجيت. يعني من اول 2014 كان الفرقه بتغير جلدها لسه. كان في لعيبه صغيره طالعه ولاعيبه لسه من بره جايه. كان اولاد النادي قليلين قوي في الفرقه يعني، او الناس الكبار الخبره كانوا قليلين في الفرقه. فجيت بدا طبعا الضغوطات عليا تزيد، المشاكل بتكتر، الانتقادات بتكتر، الناس بتنادي ان انا اعتزل في الفتره دي من 2014. اصدقاء لي يكلموني في التليفون يقولوا لي طب ايه اللي بيحصل فيك ده؟ ايه الناس بتهاجمك هتعمل ايه؟ قلت له سيب اللي يهاجم يهاجم، بكره ان شاء الله اللي بيهاجمني ده هيشيد بيا. عشان هنا كان قوي يعني، دماغي كانت قادره مستحمله وقادره تتحدى وعندها لسه كتير. فمشيت وصحفيين كانوا بيطالبوني بالاعتزال. كان في صحفيين ممكن حد فيهم موجود هنا ولا لا معرفش، كلمني قال لي تعتزل. قلت له انا الوحيد، او في مؤتمر صحفي كان زي ده برده كان بنقدم لعيبه جداد. قلت له انا الوحيد اللي اقدر احدد ميعاد اعتزالي طول ما انا قادر هبقى قادر يعني.
دلوقتي والناس كلها بتقول لسه قدامك كتير ولسه قادر وبدنيا موجود وفنيا موجود، بقول لهم لا خلاص هنا. هنا عايز ارتاح خلاص، مش قادر. أنا الوحيد اللي كنت أقدر أقول إمتى أطلع من الملعب وإمتى أبقى قادر أكمل. فإن شاء الله النهارده أنا بعلن ميعاد اعتزالي الكورة يوم 11/5 في الإمارات إن شاء الله. يعني ذبحوني طبعًا أنا، ما يعني غصب عني، يعني كان نفسي أكتر من كده، لكن دي حاجة اديتها كل حياتي كورة، كنت عايش من ليها أوس. فدي لحظة صعبة مش سهلة عليا، أتمنى أتمسك أكتر من كده. شفنا الحظ كده والله، فإن شاء الله يعني مستني من جمهور النادي الأهلي تشريف إن شاء الله، شرفوني اخر يوم ليا في الملعب يوم 11/5 في الامارات استاد عز بن زايد، اقدر اودع جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. في اخر مسيرتي دي احب اشكر كل زملائي اللي لعبت معاهم، مفيش حد بينجح لوحده، ودي دايما اللي كنا بنحاول نوصلها للعيبه، ودي دايما موجوده في النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيعتمدش على نجم واحد، النادي الاهلي مجموعه عمل في الاخر هي بتعمل الانجازات والنجاحات دي. فانا ما نجحتش لوحدي، يعني نجحت بمدربيني اللي عاصرتهم من اول ما دخلت النادي الاهلي وانا عندي 14 سنه، كل زمايلي اللي شاركوني وكنت شرفت ان العب معاهم من وانا صغير لغايه دلوقتي بشكرهم جميعا، كل المدربين اللي انا اتمرنت معاهم شكرا ليهم. مهندس حسام غالي هزمته دموعه. هقول لك حاجة. طب استقبت عند كذا حاجة في الكلمة اللي قالها، لكن دموعه التي غلبته أكثر من مرة غريبة أوي، إن الناس متصورة إن هو يعني بيمثل. بعض الناس متصورة كده. هو مش محتاج يمثل، لا بالعكس، ده هو اكتر واحد متضايق انه عيط قدام الناس. لكن هذا البكاء هو قوه شخصيه رهيبه. ازاي بقى؟ ان الراجل هو بياخد هذا القرار الصعب جدا اللي وصله الى حد البكاء، لكن خده لان هنا كده خلاص. شاور كده، هنا خدت القرار، ولما هنا بيقتنع انتهى مهما كان القرار صعب. ما بدري، ما تستنى، قالوا لي بطل وبعد رجعوا بيقولوا لي استنى، اقدر العب، ممكن اقدر العب، لكن هنا خلاص اقتنع عايز ارتاح هنا. دي قوه الشخصيه انك تاخد القرار الصعب قوي. ها يعني في حد قال لك لو صباعي ده وجعني اقطعه، يعني طبعا دي مبالغات، يعني مش عايز حاجه توقفه، انك انت مش عايز حاجه تضعفك.
دموعه غلبته لانه من جواه بيقاوم صراع رهيب يا اخوانا. ده انفجار، ده دليل ان هو قرار صعب جدا جدا جدا. كان يستطيع ان يستسلم لهذه العاطفه ويقول لك ما انا قاعد سنه كمان. بس خد بالك حاجه، حاجتين. الحاجه الاولانيه، حسام غالي مش مجرد لعيب كوره، هو حد فنان، يعني موهبته مخلياه يرقى الى درجه الفنان. ما هو ده اللي يقدر يعيش بنص المبدع. ايوه طيب. اللي يقدر بنص طاقته يعيش. بس رقم اتنين، انه بعد ما كانت الناس، نفس الناس والله اللي كانوا بيحسبوه رجع مجامله، واصله كان له موقف انتخابي مع الكابتن الخطيب والمجلس، هم اللي رجعوه مجامله، ده اللي اتقال. هم نفسهم اللي قالوا لما الاهلي لعب الماتش بتاع الفجيره في الامارات، مارادونا طلب من اداره النادي انه عايز حسام غالي. وطلع يشكره انه فعلا لعب بنكهه اوروبيه عاليه. وبعد كتير من الناس بدات تطالب انه يستمر وان الفريق محتاج قائد. كابتن حسام البدري كمدير فني في اكتر من حوار اكد انه حسام غالي لسه عنده القدره على الاستمرار. فبصوا بدليل ان هذا الهدف الرائع اللي كان جابه في الفجيره. كل النقاد كل المحللين كانوا يروا ان حسام غالي لازم يكون في كاس العالم. ايوه، وحتى هم بيتكلموا. انا معلوماتي ان المهندس هاني ابو ريده لغايه قريب كان بيتمنى يلم الموضوع ويرجع حسام غالي للمنتخب. يا عم بناقص بقى خلاص. بس خلاص هو الراجل ربنا وفقهم وخلاص يديهم على قد نيتهم. ها؟ لكن فكره انك انت بعد كل ده وبعد ما رجعت تقول لكل الناس ان انا قادر ادي وقادر استمر، حسام يقول لا، بشخصيته وبسماته بقى الاداريه. ودي اللي ربما اللي كانت خلت المهندس عدلي من كام حلقه فاتت يشاور عليه للمستقبل، انه حسام بهذه المواصفات وبهذه الشخصيه وبهذا التكوين الاهلاوي قوي، واحد من عناصر مستقبل الاداره الاهلاويه في رسم استراتيجيات سياسات مش تنفيذ. بالظبط، انه لا يعول عليه مستقبلا، كادر ذا قيمه. بس يحسن اعداده هو، يحسن اعداده هو، يعني أيوة. بيتاح الفرص المتدرجه ويمشي في السكه الصح. الملمح الثاني اللي عجبني ما نسيش يشكر زمايله ومدربيه، ومن سن 14 سنه واحنا كده في النادي الاهلي. ايوه، هي دي قيم، هي دي قيم بقى. واخد بالك؟ ويتمنى حضور الجماهير حق مشروع، ونتمنى له التوفيق. حسام هنفتقده ككاريزما، حسام لعيب كوره عنده كاريزما. صحيح، لك ان تنتقد بعض الامور، ما هو اللي على البره عوام، وتقول كان عصبي، كان بيزعق، كان بيعمل، واللي الناس اللي بتحبه تقول لك اصله كان غيران. بس هذه سمات، لكن كلها بيجمعها ايه؟ بيجمعها ايه؟ حب صادق، ها؟ انسان مش منافق، انسان لما جه يطلع قال لك مستقبل اولادي، مستقبل اولادي، منتهى الصدق. يقول الاهلي قال له بس دول اولادي، انا يعني هلعب كام سنه. ولا يعيب اي شخص صاحب موهبه انه يخرج ويرجع. ايه المشكله في كده؟ المشكله بقى اللي بيقارنوه وتضحك بفلان اللي هرب وفلان، لا هو ما هربش، كل مره مشي كان عقده بيكون خلصان. خلاص؟ واخر مره الدوري كان واقف والدنيا متعطله. فانت بصرف النظر يعني، لا ما انت بتسمح للعيبه تطلع تحترف، بس بيطلع باحترام. انا اللي اقول لك بقى، انا اللي اقول لك لما رجعنا عاوزناه في التجديده اللي هي قبل الدوري ما توقف فيها، لما في اول استلام لحسام البدري، ها التدريب. ايوه، انا كنت بفاوض 4-5، وما كنتش شايل هم غير حسام غالي جاي لنا بقى من اوروبا وبالشخصيه دي، فقلت خليه اخر واحد، وفاجئ انه اكتر واحد سهل. ما ضيعش، ما خدش مني 5 دقايق عشان يجدد. كابتن عدلي الاهلي محتاجني، ماشي، هتقدروني بما يليق، طبعا ماشي، لازم، وانا واخد ماليش دعوه بغيري. لا خلاص، هات امضي. ربع ساعة ما بقتش مصدق نفسي، بس بقولها دي دلوقتي. حسام شخصيته فيه شيء من الكابتن صالح سليم الله يرحمه؟ لو له الإلهام والفلسفة والفكر العميق والرؤية المستقبلية هيبقى في كتير. أنا ما أعرفش دي،
صالح محدش كان شايف فيه دي يا اخوانا. ايوه كابتن صالح كنت يكفي تلمح له بالفكره يلقطها ويفرزها. أيوة. ويقيمها. ايوه في توقيت خرافي، واذا اقتنع اقول لك نفذ وخد كل الصلاحيات. ما غيرش من نجوميه حد. وكان يجمع حوله الاقوياء. لو حسام غالي كده هيبقى كده. عنده السمات عنده، لكن عنده الفكر اشوفه. مش عايز اتسرع. يبان. نشوف بقى الراي الفني للكابتن حسام البدري في حسام غالي في لحظه الوداع. يمكن انا كلامي على حسام غالي هيبقى مختلف شويه، ان كلنا الموجودين هنا عشنا فتره طويله جدا حسام غالي وحوالين حسام غالي، لكن انا طبعا يمكن ما عشت حسام غالي على ارض الواقع لفتره طويله جدا وهو صغير وهو بيبدا مشواره الفني، وشفته في فترات بدايته فترات نضوجه. واقدر اقول ان اي مدرب بيتمنى ان يكون معاه لاعب زي حسام غالي. صفات كثيره جدا يتصف بيها، ايجابيه ليه كلاعب بشكل فردي وللمجموعه اللي بيشتغل معاها بشكل جماعي، فبتساعد اي مدرب بشكل كبير جدا على روح معينه اعتقد ان احنا بنبقى محتاجينها في النادي الاهلي، وهي روح البطوله اللي احنا طبعا متربيين عليها ولازم تبقى موجوده عند اي لاعب موجود في النادي الاهلي. علشان كده بقول يمكن حسام غالي لو صنفنا حسام غالي بقول النادي الاهلي فيه لعيبه كتير جدا جد على مدار التاريخ الطويل طويل تاريخ المشرف بالنسبه للنادي الاهلي، لكن اقدر احط على قمه الهرم اللي فيه اللعيبه المميزه اللي جت في تاريخ النادي الاهلي. فحسام غالي طبعا بتمنى له كل التوفيق ان شاء الله في حياته اللي جايه، لانه ادى النادي الاهلي طبعا وحقق بطولات كثيره جدا. زي انا بقول كمدرب عشت معاه فتره طويله جدا، بقول ان هو لاعب مميز وفعلا قدر يعمل تاريخ لنفسه، وعشان كده يستحق هذا التكريم الشكر اللي يليق به. وفي نفس الوقت اعتقد ان كلنا بنتفق ان شاء الله بنتمنى ان الاحتفال باذن الله وانا متاكد يليق باسم حسام غالي، وبتمنى له كل التوفيق ان شاء الله في حياته اللي جايه. كنت بتقول لي يمسك ايه ويعمل ايه ويسوي ايه؟ اراه في شكل المنسق. مش مدير الكوره. المنسق. ده المنسق همزه الوصل. من كل قطاعات الكوره. كل قطاعات الكوره. بحيث يساعد الكابتن زيزو كمدير رياضي. ومن الناحيه الاداريه. هيكتسب خبرات اداريه جامده جدا. فات فيها كابتن سيد عبد الحفيظ وفات فيها كابتن هادي خشب. وبعد كده ليس لي ان انصحه بحياته، ولكن أراه كما أتمنى في مجلس إدارة النادي الأهلي في دورات جاية إن شاء الله. إذا كان له في حياته ما يتيح له أن يحترف أمرا يغنيه عن الكرة. طموح إداري. طيب أعتقد مؤتمر كان ممثل في مجلس الإدارة بحضور الأستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق، المدير الرياضي للنادي الكابتن عبد العزيز عبد الشافي عضو لجنة الكورة، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة، كابتن حسام البدري المدير الفني. نشوف رأي الأستاذ خالد الدرندلي وتقدير مجلس إدارة النادي الأهلي لاعتزال واحد من ولاد الأهلي الغاليين. بالنيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة برحب بحضراتكم. الحقيقه تكريم الكابتن حسام غالي، حسام غالي قيمه كبيره جدا للنادي الاهلي، انجازاته ومساهماته في تحقيق الارقام القياسيه للنادي الاهلي وصل ليها. النادي الاهلي وصل لهذا المستوى العالمي بابنائه اللي بيمثلهم حسام غالي. حسام غالي بيعتزل النهارده، بس احنا بنقول ان شاء الله لازم يكون له دور، وما زال هو له عنده قدر كبير من العطاء
بنتمنى ليه كل التوفيق سواء في المجال الخاص او المجال العام في خدمه النادي الاهلي برضو. الحقيقه احنا بيهمنا المهرجان ده يكون على اعلى مستوى وبيتم في الدوله الشقيقه الامارات العربيه، وده انا بقول النهارده حاجه بتعود بينا الى اعاده المهرجانات الاعتزال القيم الكبيره في هذا المجال، ويكون بدايه ان احنا نسترجع كل المهرجانات زي ما شفنا مهرجان الكابتن محمود الخطيب، كابتن احمد شوبير، يعني كل اللعيبه او الرموز اللي قدمت للنادي الاهلي. ان شاء الله يكون ده بدايه تعود بينا لهذه المهرجانات، واحنا بنتمنى للكابتن حسام كل التوفيق، والنادي الاهلي الحقيقه ما بيبخلش عن ابنائه في كل الامكانيات سواء داخل الملعب او خارج الملعب. نتمنى ليه كل التوفيق باذن الله، ويكون دايما النادي الاهلي وراء ابنائه باذن الله. إذن كل التوفيق إن شاء الله لكابتن حسام غالي في مستقبله. بالتأكيد هو بعد هذا الإعلان هو مازال رهن وخدمة الجهاز الفني، بالتأكيد هيكون موجود في الإطار الفني للاستعداد لمباراة القمة وإنهاء الموسم بإذن الله تعالى. مؤكد أن حسام لن يتوقف عن اللعب النهاردة. لا، هو هيأدي لحد يوم اعتزال. فبالتالي موجود ضمن الفريق اللي بيستعد لمباراة القمة إن شاء الله يوم الخميس، الأهلي والزمالك. أخبار الفريق، يمكن حسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجاييه وأيمن أشرف الرباعي رجع يشارك في التدريبات بشكل جيد وجاهز للمشاركة إن شاء الله، تمرنوا النهاردة. بكماني عنده شكوى من إصابة كانت في الرباط الداخلي للركبة، أدى برنامج تأهيلي لوحده. أكرم توفيق عنده إصابة بيؤدي للتدريبات التأهيلية من إصابة في الأنكل. ثم محمود الجزار المدافع الصاعد لاعب الأهلي الجديد خرج من مران النهاردة بشكوى من بسبب الإصابة، والجهاز الطبي هيطمئن عليها. الجهاز الفني هيحسم بكرة إن شاء الله مدى جاهزية علي معلول الظهير الأيسر اللي غاب لفترة طويلة بعد إصابة له مع المنتخب التونسي. كابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى سعيد جدا بالمستوى اللي ظهر به شريف اكرامي في مباراه بتروجيت، وقال ان ده بياكد انه التنافس الحقيقي بين شريف اكرامي والشناوي وعلي لطفي بيصب في مصلحه الفريق. وقال انه شريف اكرامي ده مش جديد عليه ومش غريبه، انه شريف بعد كل هذه الفتره اللي ابتعد فيها يرجع فيظهر في مستوى عالي جدا من الجاهزيه ولياقه المباريات. قال طارق سليمان ان شريف عنده 5 ألقاب في بطوله افريقيا، لما يكون حارس مرمى ساهم مع الاهلي بدور فعال في الفوز ب5 بطولات كبيره، ده مؤكد بيمثل رصيد كبير جدا من الخبرات عند شريف. خلى طارق سليمان والجهاز الفني كلهم مطمئنين لحراسه المرمى، واستمرار شريف في الحصول على فرصه ليس جديدا ولا كتير على شريف. ده يمكن الاستعدادات. لكن فيما يخص لقاء القمة، ما زال الحديث ممتد عن طاقم التحكيم. تعرفين أن اتحاد الكرة أعلن أنه طاقم تحكيم مصري. بعض المواقع تحدثت أنه هو محمد الحنفي، وأنه الاتحاد منتظر أو لجنة الحكام منتظرة عرض الأمر على الكابتن أو المهندس هاني أبو ريدة. ما زال الأمر لم يحسم حتى الآن. ده من الناحية الخبرية. لكن لا، التحكيم ده عايز كلام. هو انا ليه دايما احضر العفريت عشان ما اعرفش اصرفه؟ هو انا عايز اعرف، هو هم شايلين عليهم الموسم يعدي بهدوء؟ دلوقتي اذا كان ينظروا الى ان الاهلي قد حسمها ومش فارقه معاه، لا فارقه معاه. فارقه معاه ان هو برضو عايز ينهي الموسم بشكل لائق. في ارقام هو بيطاردها. لكن كمان ما تبص على الجانب الاخر، الزمالك لازم تبقى فارقه معاه جدا، الزمالك دلوقتي خلاص المركز الثالث، يعني هو الطموح القادم، المركز الثاني صعب جدا او خلاص. طيب انت ليه جاي تجيب حكم مصري تحطه في هذا الاختبار في ماتش اذا مشي زي الفل وفي حاجه ما عجبتش طرف من الاطراف، هتدخل نفسك في مشكله. ولذلك انا كنت مستغرب جدا جدا من ان يتقال وترشيح
اسمه جريش. جهاد جريش. جهاد جريش للمباراة. ازاي واحد راح كاس العالم وانت تدي له اختبار اخلاق له مشكلة زي ما عملت برضه مع ابراهيم نور الدين في نهائي البطولة في البطولة العربية. ليه بتحط الناس في انك انت في اختبارات بايخة؟ لا مالهاش معنى. طيب انت دلوقتي ماشي الدنيا وعايز تقفل الموسم كويس وشايف فيه مشاكل وفي مشاكل مستنية مشكلة تغطيها. ايوه واخد بالك؟ لا دي حدوتة كبيرة انا هرجع لك فيها. حدوتة كبيرة فيما يخص لقاء القمة وحساباتها الحقيقة لان واضح ان فيها حسابات كتيرة وعشان كده ليها فقرة مهمة. بس خلونا نبارك ونهني قطاع النشاط الرياضي في النادي الاهلي الاستمرار في حصد هذه البطولات القارية بالذات. ما كاد يحتفل او ينتهي من الاحتفال بالتتويج القاري الكبير في بطولة افريقيا للكرة الطائرة رجال وسيدات وحصاد كامل للموسم في الكرة الطائرة حتى حقق أبطال كرة اليد بطولة أفريقيا أبطال الكوسة يا باشمهندس. البطولة مهمة جدا لأن يعني جاءت بعد أيام من فقدان السوبر بطريقة درامية غير مقبولة وغير مصدقة ما تتكررش كتير. متقدم هدفين ثلاث دقايق فاضلين تضيع ضربة جزاء وكرة في العارضة وبعدين تخسر بفارق هدف. كل لا يتكرر. كل التهنئه للكابتن عاصم حماد والاسره كره اليد معانا حد ومن قبلهم للكابتن رؤوف عبد القادر. انا بتقفل الحديث يبقى معاك تليفون مدير ماشي. النشاط الرياضي في النادي الاهلي اللي ما شاء الله تقريبا قفل ال 60 دلوقتي اعتقد 60 سنه ولا 60 بطوله 60 بطوله في 3 4 شهور. كابتن رؤوف اهلا بيك والف مبروك. اهلا استاذ ابراهيم واهلا بالكابتن عبد القيعي. اهلا كابتن ألف مبروك. لسه بنقول ما هربش منك غير في الباسكت وبطولة السوبر في كرة اليد. أما الباقي فحتى على مستوى الناشئين والناشئات يعني النسبة تجاوزت حوالي 90% من البطولات مش كده ولا إيه؟ بالظبط كده يعني الصراط بتتوالى وآخرها السباحة امبارح. يعني الدرع العام للسباحة. يعني 20 بطولة مرحلة ثانية كسبنا 18 يعني بسم الله 18 من 20 ما شاء الله. خسرنا ايه بقى؟ قول لي خسرنا ايه؟ ايوه لا واللي خسرناه طلعنا الثاني يعني اللي خسرناه مش بعيدة مش بعيدة يعني هتلاقيها ايه ووتر بول ولا غطس يا كابتن رؤوف؟ ووتر بول ولا غطس؟ ووتر بول ولا غطس؟ ووتر بول لغاية دلوقتي احنا بنتربع على قمة عرش الدوري. احنا كسبنا كبير فرق جول وفي ماتش هام يوم الجمعه الجايه مع هليوبوليس. بعد كده نخش بقى في الادوار النهائيه اللي هي البلاي اوف تحدد عليه بطل الدوري. يعني ووتر بول بالذات يعني انا مركز معاها جامد جدا يعني يمكن عشان احنا بعيدين عن المنصه بقالنا. طبعا يعني لو رجعنا هتبقى جميله قوي الحقيقه. انت بخبراتك تركز في اي حاجه بنكون مطمئنين ليها يا كابتن رؤوف. كره اليد بقى كان في بعض التخوف ولا كانت الدنيا ماشيه في مؤشرات طيبه يعني؟ يعني والله احنا كانت كلنا ثقه في هذا الفريق وطورنا الصفحه بتاعت السوبر الافريقي بسرعه لان احنا يعني 4 بطولات لهذا الفريق في خلال اسبوعين يعني كاس سوبر وبعد كده الكاس كؤوس وبعد كده على طول يوم السبت الجاي هتبتدي دورة اخر دوره مجمعه في الدوري بمباراه سبورتنج. موقفنا ايه في الدوره دي؟ نعم يا كابتن. موقفنا ايه في الدوره دي؟ هو احنا متعادلين مع الزمالك لغايه دلوقتي على المركز الاول بس احنا عشان احنا اللي كسبانين يعني متعادلين في النقاط وعشان احنا كسبانين ماتش الزمالك الاخير فبتصنف انت فاحنا في الاول يعني. ايوه ولكن يعني هيحسم الامر في الدوره المجمعه الثانيه اللي هتبقى في الاسماعيليه باذن الله. وراها على طول كاس مصر يعني فعلشان كده على طول احنا كما تعودنا داخل النادي الاهلي يعني سواء الفرحه سواء الخساره بنطوي الصفحه بسرعه جدا عشان نلتفت للبطوله القادمه. فطبعا السبت الجاي يعني بنتكلم بعد 4 ايام
مهم جدا، تعب الموسم بالكامل الدوري. ربنا يوفقنا يا رب، ربنا يوفقنا. باذن الله. كده العدد 60 ولا لسه ما وصلش ل 60 يا كابتن رؤوف؟ لا اعتقد انه عدى، لا عدى طبعا. عدى 60 يعني. ما شاء الله. باذن الله. مبروك ويعني كل الامنيات الطيبه. اتمنى له سنه بقى 61 يا كابتن رؤوف. وخلي بالك 100% انت بتحصر السلبيات عشان تعالجها في الموسم القادم، لان عايزين موسم مقفل بقى باذن الله السنه الجايه. هو طبعا حصر السلبيات الالتفات لتدعيم الصفوف، يعني التجديد للاعبين داخل النادي اللي عروسهم انتهت، ودراسه التقارير اللي جايه من المدربين ومديري الفنيين عشان نكمل الصفوف باللعيبه المميزه في الاماكن الفارغه اللي بتحددها مديري الفنيين. وابتدينا بالفعل يعني تدعيم الفرق، بس احنا لا نعلن عن الصفقات كما عودتنا كابتن عدلي. يعني مهندس مهندس الصفقات شغال معاك ولا لا؟ معلش ما اسمع يعني ايوه مبروم على مبروم بقى، انت بتعملها فيا دلوقتي ماشي. لا طبعا يعني انا يعني بس ايه اهم حاجه تقول لي كلمه واحده، اطمن. اطمن الله لا اقدر اقوله لك ان هذا الشبل من ذاك الاسد. لا يعني دلوقتي اطمن. اطمن يا كابتن. ماشي يا بيه. شوف انت ما دام موجود على راس النشاط الرياضي كلنا مطمنين يا كابتن رؤوف الحقيقه. شاكرين يا كابتن رؤوف. شكرا جزيلا للكابتن رؤوف عبد القادر. الف مبروك وتحياتنا لعاصم وكتبته اللي حاصد كل هذه البطولات الحقيقه. في عز الفرحه بالاهلي والنشوه في حصد البطولات، تستغربوا في حاجه كان لازم نقف عندها الحقيقه. نادي الزمالك نادي كبير ومش متاجره ولا كلام انشاء، انه كل الاهلاويه الاصلاء بجد بيتمنوا ان الزمالك يكون في افضل حاله، لانه هي بضدها تعرف الاشياء. الاهلي يبقى قوي لما يكسب الزمالك وهو واقف على رجليه، غير لما يكسب الزمالك وهو متعسر. فدايما وابدا الاهلي يسعده هذه المنازله القويه الجاده، عشان كده لا يتمنى للزمالك الا كل خير، ودي الرياضه. لكن غير مفهوم الاستمرار في الكلام الفارغ انه ده بيكسب بالتحكيم، وخلصوا نغمه التحكيم قال لك بنادي الحكومه، خلصت نادي الحكومه قال لك بالحظ، خلصوا الحظ قال لك بجامايكا، باي كلام فارغ غير انك تحفظ للفايز وللمنتصر وللمتفوق حقه الطبيعي في التفوق. وبلاش تحفظ له، مالكش دعوه بيه. انت بص على نفسك. افهم ان ده قد يكون مقبول عند ناس كبيره عانت واتفرجت على ماتشات واتقهرت من الاهلي واتضايقت قوي والدقيقه 94 تعبت اعصابها، كل ده مفهوم عند الناس الكبيره شويه في السن. لكن غير مفهوم بالمره تغذيه اطفال كره الاهلي، مش حب او تغذيه طفل التشكيك في قوه الاهلي. انتوا بتصنعوا اجيال شكلها عامل ازاي؟ الزميل عمرو عبد الحق في برنامجه في صدى البلد عرض نموذج لطفل عنده 8 سنين. شوفوه وهنقول لكم جاي منين كلام زياد ده. انا عيلتي كلها اهلاوية الا ابويا. ده انا وابويا بس. باباك هو اللي خلاك تشجع الزمالك؟ امال انت شجعت الزمالك ليه؟ لا انا اتفرجت على ماتش الاهلي والزمالك قبل كده ولقيت ان الزمالك كان بيلعب حلو والاهلي خد بلن. خد بلن الحقيقه مش بلن. يعني الحكم خطا خاطئ في هذا البلن. نفسك لو حد في الاهلي، نفسك مين في الاهلي يجي يلعب في الزمالك؟ كان عبد الله السعيد بس هرب. مشي. مضى مع فريقين لحد الان، مضى مع ثلاث فرق. ثلاثة يعني لو مضى مع فرقة قلنا ماشي، فرقتين قلنا ماشي، لا الثالثة لا بقى. واتحاد الكورة اللي قاعد ده مرتضى منصور لازم يبلغ عنه. طب أنت شايف إيه الفرق بين الزمالك والأهلي؟ إيه اللي يخليك أنت بتشجع الزمالك وما بتشجعش؟ إيه الفرق بين الفرقتين وجود بيكسبوا؟ إن الأهلي بيكسب. الأهلي بيكسب
لا ما انا لسه ما قلتش الاهلي بيكسب بايه. الاهلي بيكسب بحاجه اسمها صفاره. يعني اي ماتش بتلاقي الاهلي كده من غير ما تعرف، ما كنتش تتخيل انها بلد حسبها. اللي تتخيل انها بلد ما يحسبهاش. الزمالك من ساعه ما اتولدت ما فهمت كوره يعني، لقيته بيكسب. فاول ما كبرت وبقى عندي 8 سنين لقيت الزمالك بدا يخسر، فقلت هشجعه على الحلوه والمره لان ده لازم يكسب. ده فريق ما بيكسبش بالحكام. لو فريق بيكسب بالحكام هسيبه، ولو الاهلي ما بيكسبش بالحكام هشجع الاهلي. الاهلي لو بيكسب عدل هشجع العدل، لكن الاهلي ما بيكسبش عدل. ماتش البرتغال كان كل ده اسمه، مش اسمه منتخب مصر، اسمه منتخب الاهلي. الاهلي اتعمل له منتخب يعني بصراحه. ايه ده؟ ده انت مش واخد من الزمالك غير علي جبر ومين تاني؟ ده وطارق حامد بس. طيب ده شيء طفل جايب معلومات هو مقتنع بيها نتيجه ان بتتقال له وبالحاح وبالحاح، وكانه كده اتحلت المشكله ان ابنه او اخوه او اللعيب اللي عنده اذا كان مدربا يطلع فاهم. يا ابني لو خسرنا اعرف عشان الاهلي ابن الذين ده الحكام كل حاجه. هو ما سابش حاجه. الاهلي اتعمل له منتخب يعني في وقت جهاز المنتخب كله زمالك، زمالك كله يعني حراسه المرمى دي خلاص، ده هم ثلاث اربع لعيبه الدنيا بتلف فيهم يعني. انما فايز زملكاوي وهو المترجم وهو المؤثر. كوبر ما يعرفش حاجه غير من المساعدين اسامه نبيه وفايز. طيب اتعمل منتخب للاهلي هو يعني ما حدش قال له طب هو الاهلي يا ابني هو البطل وبطل بكتير، طبيعي ان ياخدوا معظم اللعيبه من المتفوقين. لكن ما بيتقالوش كده، قالوا لان المنتخب كذا. اتحاد الكره ده بيعمل ايه؟ طفل عنده 7 8 سنين بينتقد اتحاد الكره. ها اللي بيجامل الاهلي، لا علشان عبد الله السعيد ما راحش الزمالك. واخد بالك؟ ايوه. ومعتبر نفسه انه صاحب حق، واخد التلفزيون ونازل بيه. صاحب التلفزيون اللي قبلك على السلم خده منك وطلع عمال تزعق بقى، شوفوا الراجل المفتري خد مني التلفزيون. اللي انا سرقه. لا مش سرقه، يعني اعتبرته بتاعي. ايوه. انا كنت حاطه على باب البيت عشان الكهرباء يجي يصلحه. فخدته جزء يعني. هذه التغذيه طب مش انا اللي هقولها بقى. تعالوا نشوف هاني العجيزي اللي بقى ناشئ الزمالك الذي انتقل الى البلديه ثم الى الاهلي، ماذا قال؟ اهلاوي ايه الا ابويا؟ ده انا وابويا بس. باباك هو اللي خلاك تشجع الزمالك؟ بالتجربه خلت عاطفتك وقناعاتك تتجه ناحيه النادي الاهلي. بالظبط. وخلي بالك مش انا لوحدي يعني، اي حد لو مكاني هيغير الفكره. اي حد يعني لعب في النادي الاهلي يغير فكرته عنه ويرتبط بيه اكتر. بص اقول لك حاجه، إيه انت في كام لعيب في نادي الزمالك لعب في نادي الزمالك وراح النادي الاهلي؟ في طارق السعيد تقريبا، في محمد صديق، في اينو، مفيش واحد فيهم طلع قال لك ان انا ممكن اختم حياتي في نادي الزمالك. مفيش. ليه؟ ما برضو لازم الناس تعرف ليه. اكيد اللي بيحصل في النادي الاهلي او الاجواء في النادي الاهلي غير اللي موجوده في نادي الزمالك خالص. خلينا اكون صريح. انا ولا والله العظيم ولا بقلل من نادي الزمالك ولا اي حاجه، بس فعلا دي الحقيقه يا جماعه. لازم الناس تفهم ان النادي الاهلي ده في حته ثانيه خالص. بس ده بجد يعني كل حاجه. يعني انا بكلمك بصراحه، سيبك بقى من اهلي وزمالك. انت يا جماعه ما حدش هيعرف يقارن بين النادي الاهلي والزمالك الا لما تدخل جوه هنا وجوه هنا. ده حقيقه. انا اقول لك على حاجه، اقسم بالله اقسم بالله ورحمه بابايا، انا في النادي الزمالك، انا حتى في فيديو ليا على اليوتيوب وانا في نادي الزمالك، عندنا ماتش في الجزيره وكنا كسبانين 1-0 والنادي الاهلي اتحسب له ضرب جزاء في اخر الماتش وبتاع، وتعادلوا معانا او تقريبا او كسبونا 2-1 في اخر دقيقه حاجه زي كده. طول عمرهم بيكسبوا في اخر دقيقه يعني. فاليوم ده انا طلعت اتكلمت وحش جدا على النادي الاهلي جدا. قلت هم بيكسبوا بالحكام ومش عارف ايه.
انا كنت بكره النادي الاهلي ده جدا. يعني انا تربيتي في نادي الزمالك، اتربيت في نادي الزمالك، النادي الاهلي ده نادي مش عايز اقول لك بقى. يعني دوله ومش عارف ايه وجماهير وحاجات يعني مش كويسه. لكن لما رحت النادي الاهلي لا، ما فيش الكلام ده يا جماعه خالص، ما فيش الكلام ده خالص. ممكن الفتره مثلا، فتره من فترات النادي الاهلي اتظلم، النادي الزمالك اتظلم فيها، ممكن تحكيميا او اعلاميا او او او، بس دي ما لهاش علاقه بان انت تقول الحق في 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 او تقول الحقيقه ان انت شفتها في النادي الاهلي. لا انا مش قادر ان انا نافق. لا النادي الاهلي في حته تانية خالص يا جماعه، في حته تانية خالص. شاور بيقطع على اهم كلام قاله هاني العجيزي. كمله لنا انت. بس الحقيقه هو هاني قال ايه؟ احنا في نادي الزمالك وهو ناشئ اي كان بيتقال لنا كده، الاهلي بيكسب بالحكام والحكومه والناس وكله، وقال لك مصور لنا المساله. وعلى فكره انا اكتر من حد صديق قال لي على الحكايه ديت، انه بيركزوا مدربين الناشئين في الزمالك ما قبل ما يربوا الاولاد تربيه رياضيه كويسه. شوف الطفل ده بيقول ايه، بيربوه على كراهيه الاهلي. خلي بالك ده هاني العجيزي الصغير. طبعا اللي هكتشف الحقيقه لما يكبر. بالظبط. لانه هذا الطفل كمان ده عنده 8 سنين بدأ يوعى ويتكلم وهو عنده 5 سنين. يعني في الثلاث سنين اللي فاتوا الأهلي بطل الدوري. طب هو ما شافش موسم 14 15 كمية المجاملات اللي الزمالك خدها في موسم الغفلة؟ كان موسم الغفلة، بس ما هي كانت أخطاء تحكيم برضه. لكنه والده وأسرته هو كظاهرة بقى، احنا بنتكلم مش على هذا الطفل زياد، احنا بنتكلم على ازاي يا جماعة يبقى تربية الناشئ بهذا الشكل؟ ازاي ما تخلوش يدرك الحقائق؟ يا ابني الزمالك بيتجامل من التحكيم بأخطاء من الحكام، والأهلي بيستفيد من أخطاء الحكام، لكن في النهاية في حد بيلعب وبيتعب. لما يتقال له أصل الأهلي بيسيطر على المنتخبات، ما تقالوش إن حسن شحاتة هو اللي كان مدرب المنتخب اللي هو واحد من أعظم نجوم الزمالك في تاريخه، وكان واخد غالبية اللاعيبة من الأهلي. ما تقالوش إن جهاز المنتخب ده كله زمالك، بس واخدين اغلب اللعيبه من النادي الاهلي لان هم الافضل. لا، لازم تربوا الاولاد على ازاي يشوف الحياه بجد، ازاي يحب كل الناس المتنافسه. هو ابراهيم هو دلوقتي اللعيب او الناشئ بيخش انه هو كسبان الا اذا اتظلم، يعني هو الاول الا اذا اتظلم. وانت بتدي اللعيب عذره عندما يهمل في التدريب، عندما يهمل في المباراة، عندما قدراته ما تسمحش بأكتر من كده. لا ده أنا كويس بس اتظلمت. نفس فكرة الموظف اللي في بنك اللي زميله عمال يترقى لأنه عمال بيثقف نفسه وبيشتغل وبياخد دبلومات وبياخد بتاع، وهو مكتفي بالشكوى إنه أصل ده مراته صاحبة مرات المدير وهو قريب المدير وهو منافق وانا راجل دغري، ويسبب اسباب الفشل مش يعمل على اسباب النجاح. هنا مربط الخطورة. فارجو احنا مش يعني، انا عاجبني ذكاء زياد جدا، طفل لامع ذكاء لانه بيتكلم وبينطلقه، لكن بيستفيدوا من ذكائه بما هو لا ما يضيفش الى شخصيته الحاجات اللي تخليه يبقى بطل واقف على رجليه، مش مظلوم من سن 8 سنين عايش المظلوميه بدري قوي، ويبتدي يكلمك في القرن الواحد وعشرين ازاي الاهلي خد نادي القرن في القرن العشرين. هو معايير بطوله نادي القرن اتغيرت ولا مستمره؟ طب ما هي مستمره، هي ولا سمعناكوا احتجيتوا عليها ولا سمعناكوا عملتوا. استسلام كامل للامر الواقع. لكن لما تلاقوا انك انت لو تلككت تقدر تلاقي مخرج بتتلكك. دي كانت فقرتنا تسلم يا مو، شكرا يا كابيتانو. بعد الفاصل يتواصل موسم تحطيم الارقام القياسيه.